هاي. فترات الركود الاقتصادي صعبة على المواطنين وعلى المؤسسات التجارية، بس في قسم من هالمؤسسات ما بيتأثر كتير بالركود، ورغم كل الظروف ناس بتضل بحاجة لعدد من السلع مثل الصابون، شامبو، دواء غسيل، محارم، معجون أسنان وغيرها. والأفضل اختيار السلع المحلية دايماً. المأكولات الأساسية هي الأقل تأثراً بالركود مثل الخبز، الرز، الخضرة وغيرها، والناس بيميلوا بهالظروف لتخزين الأكل وبالتالي ترتفع المبيعات. المشروبات الروحية كمان من السلع الأقل تأثراً بحالات الركود على الصعيد العالمي، رغم أنه الناس بيميلوا ليصرفوا أقل على هالمشروبات، إلا أنه كمية السلع المنباعة تكتر مع لجوء الناس لخيارات أرخص. مين قال أنه مبيعات مساحي التجميل تتأثر بشكل كتير خفيف بظروف الركود الاقتصادي؟ أنا قال. أشوفكم بكرة.